انتوا في اي مكان؟ طيب نبعت لكم حد. مفيش حاجه تتحكي، في ناس بتموت، انا وابني بنموت ومعاه 130 واحد. مش هقول بلد الحضارة ولا رماد ولا نيل، عالطيبة نزلنا الستارة وقررنا ملوش بديل. ده احنا كنا زمان غلابة عايشين بقلب كبير، عملنا كتير لغيرنا وطلعنا كريهين الجميل. مش هقول بلد الحضارة ولا أهرامات ولا نيل، مصر ولدت رجال بيعلوا جيل ورا جيل، عشان خاطر أولادها ياما عملوا المستحيل. أم بس في غضبة استنوا إسرائيل. شكرا لكل اللي اتأمروا على البلد دي، لأنكم المرة دي من غير ما تقصدوا جمعتوا الشعب المصري كله ايد واحدة، وخليتوا أي حد فينا زعلان من البلد دي نسيلها أي حاجة، وعرفنا إن نار البلد دي ولا جنة غيرها. اللي حصل هناك ما يتكتبش عليه يا جماعه. كفايه بقى يا استاذ علاء، ناخد موقف كفايه بقى، خلاص كفايه. لازم مصر ده احترام، احنا مصريين راس مطروح، مفيش حد يهمنا ياخد على دماغه. اللي يغلط يغلط فيني، مش هقعد بقى نصفصف لحد. كفايه احترمني احترمك، انما اللي يحصل في السودان هناك في الجزائر ده ده غير مقبول بالمره. مش مصري ده، مش مصري. أقول بكلمات واضحة إن كرامة المصريين من كرامة مصر، ومصر لا تتهاون أن يسيء لكرامة أبنائها.